أنتقل لك سيد بيشوك، فيما تحدث به السيد مفيد في أن الموقف الأمريكي واضح، لا تصعيد تريده الإدارة الأمريكية مع روسيا، ولكن هناك خطوات يتم التنسيق ما بين روسيا وأمريكا في هذا الملف، هل تتفق مع ذلك؟ من الواضح أن الولايات المتحدة لا تريد أي تصعيد مع روسيا، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة تدعم بشكل واضح كييف وفكرة إعادة دمج الجزء الشرقي لأوكرانيا. في هذه الحالة ستكون واشنطن تدعم كييف، ومن ناحية أخرى روسيا تدعم بشكل غير معلن أو معلن الشرق الأوكراني وأن تكون هناك جمهورية منفصلة. هناك نزاع على الكرم، وموسكو تطلب من الغرب وبشكل واضح الناتو ضمان الأمن فيها، وأوكرانيا أيضا تريد الأمن وضمان الأمن من روسيا. وفي هذه الحالة من غير الواضح أن أمن روسيا يمكن أن يخضع لإعادة تسوية فيما يتعلق بقضية القرم. هذه من النقاط الرئيسية التي هي محور الحوار المستمر بين موسكو وواشنطن.